عزيز على قلوبنا جميعا هذا المناضل الحر الصحراوي اللي ترعرع في مدينة الرباط تمارا. حيا الله جميع المناضلين الشرفاء، وهذا ابن الوطن داك كتقول علي باريش، فنسمة من النضال والاحترام، وطني غيور، والله يرضي عليه والله يشافيه يا رب العالمين. فكاتب علي باريش الخوت حياكم الله. يا أبناء الشعب المغربي العظيم، كنت قد أخبرتكم أني مريض قبل شهرين تقريبا، وبصراحة منذ ذلك الحين وأنا أعاني في شدة الألم، وكان صعب عني إنشاء الفيديوهات، وكان حتى التفكير بغيب عني حقيقة من كثرة هم هذا المرض الذي أهداني الله، والحمد لله والشكر لله. أنا حاليا طريح على سرير مستشفى خاص بالرباط، وقد أجريت عملية جراحية قبل حوالي ساعة من الآن، والحمد لله تكلت بالنجاح. لا أريد منكم إخواني أخواتي إلا الدعاء لي بالشفاء والعودة إن شاء الله سالم إلى أطفالي وأسرتي، والحمد لله على كل حال، وأي شيء من ربنا نحن راضون به. وعاش الشعب المغربي العظيم، وعاش الملك، وعشت أيها الوطن الحر. علي باريش وطني مغربي، راسو صغير، صحراوي حر، من اللكنة كيفاش كيتكلم، يحترم الجميع. الله يشافيك ولدي، الله يشافيك يا رب العالمين. الو، السلام عليكم. لاله الشريفه، غلبوا عليا الدموع، طلعتك. معكم الشريفه رانيا، اللي اكيد هي غادي تكون سمعت هذا وحنا بهذا الشيء، باش اسره، باش اخوان. حياك الله سيدي سعيد حمامه، حتى انت عزيز عليك. مريض مسكين وكيعاني، واللي ألمني فالمرض ديال الله ألمني كيفاش كاتب هاد الكلمات، وانا عارفه انسان ما كيقلب لا على بوز لا على لا على. السلام عليكم إخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما خص قضية الصحراء المغربية، هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم. كما كتعرفوا جميع، بالأمس حطيت لكم منشور كتابي، خبرتكم أنني جريت عملية جراحية، الحمد لله تكللت بالنجاح، وأنا حاليا ما زلت مبسوط على السرير في المستشفى. كما كتشوفوا أخوتي، الحمد لله على كل حال، اللي يجمع الله مرحبا بها. وكنشكر جزيل الشكر الاخوه اللي علقوا وتضامنوا معايا وداو معايا، والاخوه اللي راسلوني في الخاص، سواء في الواتساب سواء توصلي مكالمه. حياكم الله، والله راه نحبكم من القلب، وكنحس عندي عائله حقيقيه، وحنا معروف علينا هكا، حنا ابناء الشعب المغرب العظيم. ما فينا كره، ما فينا حسد، ما فينا حقد، ما فينا عنصريه. نخبركم يا إخوان الكرام، والله القضية مهمة جدا. أنا في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الرباط، اللي جرى لي العملية الجراحية، الدكتور اللي جرى لي العملية الجراحية صحراوي من العيون، جزاه الله بخير. وبحكم أنه هذا الشخص صحراوي ومتتبع لقضية الصحراء، سبحان الله تعرف عليا وأنا على السرير للعملية، وكان هذا عند واحد شحنة معنوية كبيرة ليا، وتكلم معايا مزيان، وإنسان طيب. الصحراويين كلهم طيبين، الصحراويين أطيب خلق الله. أنا ما كنتكلمش على فرق شهيد البوليزار في مخيمات تندوف، اللي زرعت البوليزاري والحقد في نفوسهم، والشر والكره والإجرام، لا، كنتكلم على الصحراويين المغرب، أبناء الساقية الحمراء والذهب،
ابناء قلميم، ابناء طنطان، ابناء الساق، اسزاك، ابناء سيدي افني، كل الصحراويين ناس طيبين، والشعب المغربي كامل كي صحراويين كي امازيغ كي عرب كي ريافه، مهما كانت الديانة ديالهم ناس طيبين وعندهم اصل وعندهم عراقه، وهذا شرف لينا، هذا اللي كيخلينا حنا ندافعوا على بلادنا. عموما اخوتي حياكم الله وكنشكركم جزيل الشكر، واللي يجمع عند الله مرحبا بها. تيقولوا فرق شي البوليزاريو انهم سحروا ليا داك الشيء، ممكن كان ابن شبيه لا يفلح الساحر حيث اتى. وبالضبط اخوتي اللي كيقول انه سرح لي ومشى عند واحد السحار سميتو ديم باجا، هو واحد الشخص في موريتانيا موالي البوليزاريو، الاسم ديالو المرابط ولد سيدي احمد. هذا الشخص هذا هو اللي قال انه مشى السحار ودعا ليا وسحر ليا وكذا كذا. كنامنوش بهذا الشيء، كنامنوا بالله سبحانه وتعالى، وحنا مغاربه احرار. ولو كان يسحروا الدرون اللي قتل الداب بندير، واللي قتل محيجيبه ولد فريطس، واللي نجابو عجوبه ابراهيم غالي، كون عندهم السحور كون يسحروا الملك يكتب لهم السحره وسالينا كاع. يلا عموما الاخوان كنشكركم جزيل الشكر، ويحيى الشعب المغربي العظيم، والله كنحترمكم وكنقدركم وكنحس حنا عائله واحده. غنسمعوا دريك اخوتي التسريبات الصوتيه اللي كنت نشرت سابقا ديال فرق شيه البوليزاريو اللي قالوا على انهم غيسحروا ليا. حياكم الله ويحيى الشعب المغربي العظيم. معكم رابط سي احمد. سيد الرئيس مرحبا بك ساهل. جماعه مرحبا بكم وسهلا والد. طاري فيكم ياك لباس، يا خير يا وعيد سعيد بالسماح وندي وانا مولي. السيد الرئيس صيبوط، ذوك المطعى جمعية الشلوحة اللي وخاطنا على ملتهم راهم فورسون واتساب، غير انا لا يعدل لهم فيروس ماكو وبريش ذاك لا يزيد انا نعطيه اسمه اللي فلاني يدور يعدل له السحر يتفورس هو من راسهم يفوت بعد كاع الشهر قاربو يموت اكو لا ينفورسوا بيه يحضر درجته. ما عندنا احنا مولي عندنا سلاح خفي دار نوالوه للتلاميذ اللي احنا خارج من نسس ما نعدلوه يحضر درجته. دور تسمع باخباره عن قريب. كلنا موريتانيا الحبيبه، معاكم المرابط سيد احمد. شطاري فيكم ياك لباس يا الخير. الجماعه رقاش كامل منكم مشالوا بريشها فيروس دواء بسيط، مجموعه كامله ما يعرف رقاش كليكيه ومشيه شور كوربي شرم بالت وراه هو يقدر يمشي لكم عن طريق ارواقيش، اصلا دائما تكليكوا عليهم به اللي عدو لله ورسوله. وانا ما بقيت قبال نتوالى انا لكن لا يعدل لهم الشي خاسر. وتلفنت على فلاني هوني قالوا ديم باجا اصلا سحار كبير من سحارة الكوارها والمحاليين اللي عندهم السر لك حل، وتو اعطيته اسمه قلت له انا ندوروه يعمى ويكارفاس ويفوت مولي اسبوع ما بال. وتو قال عنه هو متبارك معه من البارح داخل الخلوه غير مازالت مطروحه له مشكله عنه ما فات قبال اهل قله جابوا له اسم والدته. وتو قال عنه لين فوت اسبوع في ذاك عنه لا يقبل حواء وتوف اللي ام البشريه، وان شاء الله ندور الله بين ايام قلال ان شاء الله. هو مشان فيروسات في تلفون من متن عداوته واحنا ملي عندنا روايه اخرى ندور مشوها له. مرحبا بكم وسهلا وهلا. هم اللي قايلوا علنا داروا يسمعوا، واللي ما سمع واللي ما سمعوا يسمع. والو اخويا بالريش انا ما جبت مشاكل عليا، داك راه وعد منا دير ايامات وشوف شنو يخلق للعائله. وانت ان شاء الله الناس دعات عليك في عرفه وفي العيد، وزايد الشغله الثانيه سوى لنا كان حرام قال لنا ما حرام لانه هو ظلمكم بدا فيكم. انا عنك تحت في جل راسك عميق.